احسن شيء دخلت يعني قوة التحالف تمام يعني بشكرها شكرا جزيلا لها وفعلت الواجب بكل شيء يعني. شعورنا بدخول قوات التحالف حسينا بالطمأنينة في محافظة حضرموت وعاصمتنا المكلا، ونشكر قيادة التحالف قيادة الملك سلمان والشيخ خليفة بن زايد. إن شاء الله الأمن في تحسن في تقدم إن شاء الله والله كريم. أيوة الحمد لله الحمد لله، الشارع حسب ما أشوف الناس تمشي والناس فاتحة والمحلات والصرافات المهمة فاتحين الحمد لله، ما في مشكلة، الأمور طيبة إن شاء الله. هيا هيا خلاص سلام. في ظل الهدنة المزعومة التي تدعيها ميليشيات الحوثي، مدينة تعز تظل طولة الليل تحت وطأة القذائف، تحت وطأة الموت الذي تصدره هذه الميليشيات لأبناء هذه المحافظة. يوم أمس كان يوم مرعب جدا بالنسبة لسكان هذه المدينة. ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء سكنية بقذائف الدبابات، بقذائف الهاون، بقذائف الكاتيوشا. احنا كنا راقدين بغرفتنا، بعدين أنا وأخي وبعدين أنا فلتنا فوق الماكينة بقذيفة من الدبابة. كنا راقدين من البيت نايمين، وقال قذيفة من الحوثيين حق دبابة لوسط البيت وتعورت بيديه ورجلاه. في البارحة تعرضت فجر هذا اليوم تعرضنا إلى القصف الهستيري العفاشي الحوثي، فاستهدف فيه المدنيين والأبرياء منهم الأطفال. فهذه العائلة قد ضحت في 3 من أفرادها في خلال هذه الحرب القائمة علينا من ضد الهوثة. وتعرض متى في الضبط سقطت القضية؟ الساعة 2 فجرا صباح هذا اليوم. أنت من ضمن أن أسعفوا اليوم؟ أيوة أسعفناهم، حتى وسائل الإسعاف خطيرة، ورغم أن المستشفى بالقرب منا هنا، لكن تعرض المدنيين والأبرياء فيها. ونسأل الله أن يرينا فيهم قدرته وعجائب قوته إن شاء الله، فيها الحوثي وعفاش. يعني في تمام الساعة 2 ليلا أو نقول على صباح يومنا هذا، شعرنا بهزات قوية ومفقعة طبعا أرعبتنا جميعا، وسمعنا صوت النساء يصرخين في على الشارع،
فطبعا خرجوا الشباب كامل يشوفوا، فاذا هي اكثر من قذيفه سقطت على جبل الشماسي محيط مستشفى الدرن. طبعا نحن منطقه مواجهه لجبل السفتيل او امام جوار المستشفى الدولي، يتعرض هذه المنطقه لضرب متواصل، وطبعا لا وجود لهدنه، يعني الهدنه عباره عن خدعه كبيره، يعني نحن اللي هي تترجم علينا. الان تحدثنا ونسمع اطلاق نار، الان اين هذا الاطلاق؟ اين الرصاص؟ هذا الان من السلال ومن المستشفى ومن جوار السفتيل يضربوا بمضاد طيران بيمطر، هذا بشكل يومي. هذا بشكل يومي بس رايك لماذا؟ لماذا تقصف هذه المنطقه؟ يعني هم كلما حسوا انه المجتمع الدولي يرغب بهؤلاء انهم يجرحوا للسلم، هم يعبروا انهم ما يفهموا الا لغه الرصاص، هم ما يفهموا لا يفهموا الا لغه الرصاص والقتل، وغير ذلك هم يحسوا انه تعز مدينه تمثل اليمن او تمثل الجمهوريه اليمنيه بشكل عام، هم يعاقبون احنا لمواقف احنا الوطنيه اللي ندعو فيها للوحده والى التحرر، ويحاولوا يذلوا تعز، ولكن لن تذل تعز ولن يذل اهلها ان شاء الله. ونهنئ كل المشاركين طلاب وتربويين الذين أتوا ليقدموا مهرجانهم الكرنفالي الفرائحي المهيب احتفاء على مرور عام على انطلاقة إعادة الأمل، وهي الذكرى التي تحمل لأبناء الجنوب عامة والعاصمة خاصة الكثير من المعاني السامية التي كتبت وفاء للشهداء. نيابة عن الهلال الأحمر الإماراتي الداعمين لهذا الكرنفال، أن أنقل تحيات المرؤوسي وجميع منسقين ومنظمين وشركائنا في هذا الاحتفال. أخواتنا الأعزاء، إننا نحن اليوم ندشن هذا الكرنفال ألا وهو قطرة من فيض في هذه المنطقة، وهو سوف ندشن سلسلة من الأنشطة القادمة لدعم وتمكين الشباب في محافظة عدن. إننا نحن اليوم نطلع إلى الارتقاء بمستوى التعليم، وعلينا أن نكون على قد المسؤولية اتجاه هذه المحافظة التي قدمت وضحت بالغالي والنفيس من أبنائها. نتوجه بالتحية والتقدير لكل المشاركين في هذا المهرجان الطلابي، طلاباً ومعلمين ومشرفين، ولكل من ساهم في الإعداد والتحضير، ونعلق آمال كبيرة على نجاح هذا المهرجان الفرايحي البهيج الذي يرسمه طلابنا من خلال لوحته الفرح والأمل المتجدد وتحقيق أهدافه التربوية والتعليمية.